السلام عليكم. هاي المحاضرة الثانية من الانفكشياس ديزيزز. راح نناقش إن شاء الله اليوم موضوع البروسيلوسيس أند تيتانوس. نبدأ بالبروسيلوسيس. البروسيلوسيس إلها أسماء هواي غيرها، ممكن نسميه المالتا فيفر، ميديترينيان فيفر، جاستريك فيفر، أو ذا اندولنت فيفر. اندولنت فيفر، طبعا قبل ان اكمل، اندولنت فيفر اجت من تسميه الاندولنت من الباترن مال فيفر مالته، اوكي؟ وهي بعدين هسه نشرح شلون انه تكون بروسيلوسيس من وين تجي. depends upon the species. اكو بروسيلا ابورتس اللي هي تكون بالكتل اكثر شيء، اكو بروسيلا مالتينسز بالجوت بالشيب، اكو سيوز، اكو كانس. اهم شيء تعرفون هي البروسيلا ابورتس اللي تجي من الكتل. وسؤال مهم انه هو why it is called abortus, because شافوا انه هي it causes abortion in cows. اوكي، abortion شافوا انه تسوي abortion بالكاوز، لذلك سموها هذا الاسم. So it is a systemic bacterial zoonotic infection caused by brucella species اللي هي gram negative coccobacillus. Transmission يعني هو جاي من الكاو، فراح يكون from unpasteurized milk. اوكي، also with infected farm animals. Clinical features: acute illness start a few days to 3 months. احنا هناك بالتايفويد قلنا انه تقريبا 2 weeks، اي 10 to 14 days كانت هي الانكوبيشن بيريد. هنا ممكن raise from just a few days to 3 months. نجي للفيفر، شلون يكون الفيفر؟ فيفر is the most common symptom. شلون يكون؟ يكون high spike swinging fever، يسمونه swinging fever. اوكي، او spiking fever. شو القصد بها؟ انه هو يكون هيج مثل الويف، يكون صاعد نازل صاعد نازل مثل الويف. التمبرتشر تكون elevated for a period of time and then it decreases and then it is elevated again and then it decreases. اوكي، هي هاي الفكره مالتها، لذلك هو يصير مثل الويف، فيسمونه spiking fever. طبعا associated with night sweating and rigor sometimes. الشيء المهم به انه يسوي back pain and body white aches and pains. اوكي، يعني يسوي some sort of arthralgia، وهذا الشيء يميز البروسيلوسيس عن هواي من الانفكشيه الصغيره. Associated with poor appetite, headache and weakness. Okay. On examination, راح نلقى enlarged lymph node, splenomegaly and hypersplenism. طبعا هاي السبلين، ومن يصير يعني hypersplenism يصير reticular endothelial يعني hyperactivity. فبالتالي يبدأ أن يصير destruction بالblood cells وغيرها، فممكن أنه الpatient suffer from thrombocytopenia with tender sacroiliac spine. فاذا هسه شنو اللي فرق لي البروسيلوسيس عن التايفويد اللي حكيناها بالفيديو الاول؟ قلنا الاهم شيء انه التايفويد تكون السيمبتومز مرات تكون مقسمه according to the week. هنا انا بالبروسيلوسيس ماكو شيء. الفيفر هناك قلنا يكون ستيب لادر، هنا أنا يكون اندولنت او سوينجينج ويف لايك. هنا أنا اكو ارثرالجيا، هناك ماكو يكون. اوكي، نجي للcomplications أو chronic localized infection بالبروسيلوسيس. chronic fatigue، okay. للneuroprocellosis اللي هي contribute to the causes of death in brucellosis، okay. اللي هي المنجيتس أهم شيء والهيموريج. okay. هنا ذا الستروك، منجيتس and هيموريج due to brucellosis ممكن إنه يعني causing death. أزين، طبعا وياها اليوفيتس، البالسي، المايلوباثي. الهارت، الاندوكارديتس جدا مهم لان هم كونتريبيوت تو ذا ديث، والمايوكارديتس. انتم خلوا بالكم انه الكومبليكيشنز اول شيء تذكروا الكوزز اوف ديث اللي هن المننجيتس، او خلينا نقول النيوروبروسيلوسيس اللي هن المننجيتس والهيموريج، والهارت اللي هو الاندوكارديتس. الباقي احنا قلنا انه اكو سم سورت اوف هايبرسبلينزم وغيره، فممكن البيشنت لايبل فور بانسايتوبينيا، ممكن اذا لونج دوريشن تتحول الى سبلينيك ابسس. سكيليتون لان هو افكتنج الجوينتس، فممكن انه يسبب سوبيوريتيف ارثرايتس
with a spinal spondylitis or sacroiliitis, sometimes even infection of the bone or osteomyelitis. Differential diagnosis of brucellosis. Lymphoma. Lymphoma بسبب انه ممكن lymphoma يكون عندهم some sort of type of fever اللي هو pale epistein fever. هذا ممكن انه يعني هو ما يشبه البروسيلوسيس بس انه الفيفر مالته راح يكون 4 weeks elevated 4 weeks decreased اوكي هيك يكون يعني هذا ما نقدر نقول مثل الاندولنت فيفر لان الاندولنت فيفر يكون بشورت دوريشن يعني يصعد فتره قليله وينزل فتره قليله مو مثل هذا هذا يطول الليمفوما اللي هو يسمونه بيل ابشتين فيفر تي بي لان التي بي هم يسبب لينايت سويتنج وغيره بس ممكن نفرقه انه اكو ريسبيراتوري سيمبتومز اوكي انفكتيف اندوكارديتس البيشن يكون عنده ساينس مال انفكتيف اندوكارديتس ممكن السبلنتر هيموريج وغيره ملاريا ايضا التايب اوف فيفر يختلف انفكشس مونونكليوزس ممكن السور ثروت وغيرها هم تختلف والباقيات وياها ايضا بس انتم اهم شيء يعني الاول يعني مثلا الليمفوما التي بي الثاني لازم يعني تتذكرون دايجنوزس الدايجنوزس عندهم بلاد كلتشر بلاد كلتشر يعني هو يبقى افضل شيء بس تبقى انه يعني الافضل شيء هو الايزوليشن اوف ذا مايكرو اورجانيزم فروم بلاد هو هذا حتى نتاكد 100% ان هذا بروسيلوسيس نجي للسيرولوجي عندي الار بي تي اللي هو روز بانجال تيست اوكي روز بانجال تيست هذا سيرولوجيكال تيست على مود البروسيلوسيس ايضا عندنا شنو عندنا بروسيلا مايكرو اجلوتينيشن تيست اللي هو هذا نفسه يعني التيوب اجلوتينيشن بروسيلا مايكرو اجلوتينيشن تيست نسميه والإلايزا وايضا عندي البي سي ار بس تبقى انه هاي السيرولوجيكال انفستيجيشنز ممكن انه يكون بيها فولس نيجاتيف وغيره او فولس بوزيتيف فما نقدر نعتمد عليها دائما يعني هي يوسفول بس تبقى مو شيء افيشنت 100% نجي للاكس راي الاكس راي اللي قلنا اكو فد انفولفمنت للبونز وغيره فراح نلقى بها فايندينج اللي هي ايروجن اوف ذا انتيريو سوبيريور كورنر اوف ذا لامبر فيرتبرا وذ اوستيوفايتوسيس اوستيوفايتوسيس يعني يصير انه شلون جماعه الاوستيوارثرايتس يبدا يطلع فد بون سبيرز يعني من الاطراف تطلع شلون اللمب من البونز تبدا تطلع اوكي هنا أنا مجرد بعض الملاحظات يعني على الدياجنوسيس مثل ما ذكرنا انه ان اكيوت بروسيلوسيس ايزوليشن اوف بروسيلا فروم بلاد از ديفينيتيف اوكي كلتشر مرات حتى يكون نيجاتيف مثل ما قلنا سبيشلي ان لونج ستاندينج السيرولوجي most generally useful diagnostic approach الميثود اهم شيء هاي مهمه انه لازم نعرف هل هو IgM لو IgG يعني من الدس سيرولوجيكال تيست تطلع لنا نتيجه لازم نركز هل هو كان IgM او IgG لان ليش لان انه ال IgG indicate انه ممكن اكو past infection يعني اذا بس ال IgG elevated هذا ممكن indicate past infection اذا كان ال IgM هذا active infection لأن IgM هو short duration بعدين يروح false positive مثل ما ذكرنا serological reactions can occur مرات انه نسوي skin test reaction بس هاي might indicate past exposure not necessarily active one ركزوا على بس هاي انه يعني اهم شيء انه هاي ال IgM وال IgG يا هو indicate past infection يا هو indicate active infection treatment mild cases ممكن مجرد doxycycline and rifampicin for 6 weeks اكو بعدين severe cases مرات تحتاج انه تضيف فد دراج ثالث يعني نفسه تخليه بس تضيف وياه gentamicin for 8 weeks لبريجننت كوتراميكسازول افضل ويا رفامبسين prognosis هو rarely fatal antibiotics are necessary ومثل ما ذكرنا ال cause of death endocarditis and meningitis prevention منو ال يعني من الروت مال الترانسميشن مالته انه لازم pasteurization of bulk اوكي for occupational exposure ذول اللي يشتغلون بالسلاتر هاوسز وغيرها لازم انه يعني animal vaccination و protective gloves وايضا post exposure prophylaxis هيك نكون كملنا البروسيلوسيس شغله انتم مرات بالكيسات تمر عليكم بالامتحان فالشغلات يمكن من اول كلمه يجيكم هنت على البروسيلوسيس انه مرات بمجرد بساطه يقول لك انه البيشنت is known to be a butcher اوكي البوتشر اللي هو جزار يعني يشتغل او هيج فممكن ذول اللي هم بالسلاتر هاوسز ممكن انه
يعني يكونون اكسبوز للانيمالز فياخذون الانفكشن. فهاي شيء كلش كومن ترى اللي يجيكم بالكيسات يقول لك ذا بيشنت از ا بوتشر ويكمل الهستوري مالته. اوكي وصلنا للتيتانوس اللي هو موضوع يختلف عن اللي يعني التايفويد والبروسيلوسز. It is an acute bacterial infection caused by Clostridium tetani اللي هي anaerobic gram negative spore forming bacilli characterized ان هي تطلع لي التوكسين مالتها. اوكي الفكره العامه من الكلينيكال فيتشرز مال التيتانوس انه هو يصير كونتراكشن كونتراكشن للجسم كله هايبرتونيا يعني مثل ما انتم عندكم فكره عنه انه مثلا جرح بسيط او هيج او قزازه مثلا تدخل برجل المريض فور اكزامبل فتسبب التيتانوس. فاذا هايبرتونيا painful muscular contraction jaw and neck. اوكي jaw and neck mostly راح تكون contracted with generalized muscle spasm. The first 7 days او اوكي تبدا عليه الفيتشرز يعني ما تطول. Generalized violent painful spasm يبدا يصير عندهم lock jaw. شلون هذا هنا lock jaw هنا ان هاي المسيتر مصل اللي هي هاي من هنا وهاي المسيتر مصل من هنا راح تبدا انه تكون كونتراكتد دائما فهذا يسوي لوك جو ما يقدر يفتح او انه يسد الجو مالته. زين رايزس ساردونيكوس او مرات يسموها ابتسامه الشيطان يعني هاي يصير كونتراكشن اوف ذا فرونتاليس اند ذا ماوث انجل فيصير مثل مبتسم مرات يعني بس بشكل مخيف. اوبسيثوتونس اللي هي نفس هاي الاوبسيثوتونس يكون arched back and bored like abdomen. Okay, arched back with bored like abdomen. هذا هو الأوبسيتاتلوس. فهي هاي الساينز ويعني مشهورة لهم هي. Okay. Rise of septonicus of the septonus with spasm of the masseter muscle with generalized hypertonia. ال complications. Okay, the complications. انتو تكون انه ال complications تتنبؤون بها من الجنرال ايديا من الديزيز يعني مثلا واحد الجسم مالته كله كونتراكتد فاذا لايبل انه حتى اللارنجيال ماسلز تكون كونتراكتد فتسبب لي لارنجيو سبازم. ممكن الماسلز لان هي الاتاتش تو بونز او تو جوينت تكون يعني كلش كونتراكتد فبالتالي مجرد حركه بقوه ممكن انه تسبب فراكتشر او ديسلوكيشن. ايضا البيردن على البلاد فازلز راح يكون كلش عالي وتزيد الفاسكولار ريزيستنس سو ذي ار لايبل فور هايبرتنشن. Also for embolism, pneumonia, malnutrition جدا مهمة لأن patient ما يقدر يأكل أو ما يقدر يتحرك, coma, neuropathy and psychological after effect. Differential diagnosis. شو اللي يجي ببالكم؟ يعني مريض هو يعني إجاكم بهاي الحالة. شغلات راح تفكرون بها ممكن هسه مو اللي نحكيهم بالترتيب بس ممكن status epilepticus. Patient هم يجي هيج, okay؟ مع انه بيشد الستاتس ابتكاس يكون يعني كونتراكشن ريلاكسيشن تونيك كلونيك كونتراكشن. اوكي فهاي هم تفرقنا عنه. ممكن يكون ريبيز اذا اكو هيستوري اوف دوغ بايت هم ممكن يكون هيج. ممكن يكون مننجايتس خصوصا اذا كانت المننجايتس صارت مننجو انكفالايتس يعني دخلت على البرين مو بس على المننجيز انما دخلت على البرين بارينكايما ممكن تبدا تسوي لي فوكال نيورولوجيكال ساينز وبالتالي هم تعطي هيج برزنتيشن. ممكن هايبوكالسيميا او هايبوماغنيسيميا هاي يعني راح تكون لها فت فيتشرز وياها اللي هي تشوفستيك ساين كاربوباتل سبازم وغيرها مالتيبل سكلروسس ايضا وممكن يكون البيشنت اتش واي اس. اوكي فهاي الشغلات المهمه. تريتمنت اول شيء هو التيتانوس انتي توكسين. اوكي تيتانوس انتي توكسين هذا اول شيء ننطي with antibiotic. طبعا راح تسألوا ليش antibiotic to prevent secondary bacterial infection اللي هو common penicillin or metronidazole وطبعا wound debridement. الشغلة الرابعة اللي هي control the spasm بشكل بسيط تنطي diazepam. The patient require magnesium, human tetanus immunoglobulin intrathecally. ممكن البيشنت إذا دخل بحالة respiratory depression ممكن أيضا require mechanical ventilation. أوكي General measures مالته hydration and three secondary infection مثل ما قلنا. فإذا شنو صارت عندي؟ صارت عندي أول شيء التيتانوس أنتي توكسين
اوكي كنترولينج اوف ذا سبازم، مرات يجي سؤال حتى بحث يعني بكيس اتذكر مره اجى انه جاست هاو تو كنترول ذا سبازم ان سوتش كونديشن، فذكروا له هي هاي انه الدايزيبام الالكترولايت مغنيسيوم هيومن تيتانوس امينوجلوبولين ميكانيكال فنتليتر. اوكي وطبعا هذا انترافيكالي لازم يكون حتى يعني يروح للسي اس اف. اخر شيء اتصور اي للبريفنشن، للبريفنشن بشكل يعني كومن سنس انه انت يعني بعيد عنكم ان شاء الله اذا مثلا انجرح احد او شيء انه لازم يو هاف تو كلين ذا اريا كلين ذا ووند اند ستيرلايز ات. ممكن انه تاخذ اكتف ايمنايزيشن اللي هو التوكسويد اوكي او باسف ايمنايزيشن ذا فورم اوف امينوجلوبولين، هذا ورا ما يصير عندك يعني اذا افتر اكسبوجر يعني. هاي هي كانت محاضرتنا اليوم وان شاء الله تكونوا استفدتوا.